بعد ما استلمنا كل الـ variables من الفورم كبوست، جبنا الكاتيجوري والتايتل والديسكريبشن والكلام ده كله جربناهم، الدور على ان احنا بعد ما استلمنا الـ variables دي عايزين ناخد الداتا دي بقى وندخلها جوه الداتابيز. عشان ناخد الداتا دي اللي هي بعتت لنا من الشاشه ونحطها جوه الداتابيز بالفعل، محتاجين نكون جمله انسيرت بحيث نضيف الداتا دي جوه الداتابيز بالاس كيو ال العاديه. فقلت له ماشي، يعني انا هعرف فاريبل اسميه انسيرت، جمله الانسيرت هو بيساوي، والمفترض ان احنا نكون هنا جمله انسيرت عاديه عشان نبقى رناها بعدين، اللي هي انسيرت انتو مش عارف ايه، جمله الاس كيو ال العاديه المشهوره. لو رجعنا كده على الداتابيز بتاعتنا على الماي اس كيو ال، ده التيبل بتاعنا هو برودكتس فاضي. طبعا المفترض ان احنا عارفين اس كيو ال، يعني اللي مش عارف يراجع بقى اس كيو ال. لكن لو دخلنا على اس كيو ال كده، مش عايزين سيلكت، احنا الاقرب لينا جمله مين؟ الانسيرت. فقال لي ده الشكل بتاعها. قلت له حلو جدا، انا هاخد الشكل ده بتاعها كوبي كده وهقول له اعمل لي هنا بيست. ادي الجمله انسيرت انتو برودكت، ده اسم التيبل، عايز اضيف البرودكت اي دي والتايتل والكوانتيتي والبرايس والكاتيجوري والايمج والديسكريبشن، والفاليوز بقى اشيل بقى دوت واحط مكانه مين؟ القيم اللي انا عايز ابعتها، اللي هي بالنسبه لي اسماء الفاريبلز، اللي هي بالنسبه لي اسماء الفاريبلز اللي انا بالفعل استلمتها هنا. خلاص بحيث اعشق الداتا دي بقى كده ايه، بس تيجي بشكل فاريبلز عشان تبقى كل مره بتتغير. قلت له بس انا عندي مشكله، بس البرودكت اي دي ده احنا عاملين له اوتو انكريمنت، صح؟ اوتو انكريمنت يعني بيزيد اوتوماتيك، فاحنا مش محتاجين نبعته، سيبك منه. يبقى كده سيبك من الايه، من الفاليو الاولى دي، خلصنا منها. التايتل هيجي لي من فاريبل اسمه تايتل، هيجي لي من فاريبل المفترض هنا في فاريبل اسمه ايه، تايتل. بس بما ان التايتل ده خلينا الاول بقى هو سترنج للنظام، بس الكوانتيتي هيجي لي من فاريبل اسمه، انا مسمي طبعا المسميات واحده عشان ما اغيرش في مسميات كتير، والبرايس هيجي لي من فاريبل احنا كنا مسمينه برايس، والكاتيجوري هتجي لي من فاريبل اسمه كاتيجوري، والايمج هيجي لي من فاريبل مش فاكر، خليه دلوقتي ايمج ونبقى نعدله، والديسكريبشن هيجي لي من فاريبل اسمه ديسكريبشن. بس انت وبتبعت هنا جمل انسيرت، السترنج بيتحط ما بين سنجل كوت، يعني اتحط كده التايتل ده سترنج، الكوانتيتي دي كان رقم، كان نوع الداتا، يعني الداتا تايب بتاعته رقمي ما يتحطش ما بين سنجل، البرايس كان نوع داتا رقمي ما يتحطش ما بين سنجل، الكاتيجوري كان داتا نصي فاحطها ما بين دبل كوتيشن سنجل كوت، وكذلك الايمج وكذلك الايه الديسكريبشن. ده جمله الانسيرت الجميله دي، دي اصل الجمله، بس فيها شويه مشاكل. انا عايز اصحح الفاريبلز دول، تعال نشوف كده هنعملها ازاي. انا هاخد كده منها دي كوبي، وتعالى بدل الايه الجمله بتاعتنا قمت عامل بيست، ادي الجمله بتاعتنا اهي الجميله اهي، كويس جدا. سيرت انتو كذا وكذا وكذا، انا ممكن اعملها على كذا سطر عشان نبقى شايفينها كويس في الفيديو. انا ممكن مثلا من دبل كوتيشن هنا ونزائد دبل كوتيشن، كوتيشن واحدة، واخر ما عينينا تشوف دبل كوتيشن كده، نزل انتر زائد ودبل كوتيشن، دبل كوتيشن واحدة، واخر ما عينينا تشوف كده دبل كوتيشن، دوس انتر وزائد ودبل كوتيشن واحدة كده اهو. كتبت الجملة على اكتر من سطر، بس هي في الاخر مفهومة ان هي وان لاين، يعني بكمل فيه بكمل فيه بكمل فيه. طيب ايه بقى المشكلة اللي عندك؟ اللي عندي insert into product التايتل والكوانتيتي والبرايس والكاتيجوري والايمج والديسكريبشن، كده بحدد ايه هي الفيلدز اللي انا عايز اد فيها داتا، ايه هي الفيلدز اللي انا عايز اد فيها داتا، فاليوز بقى القيم بقى اللي هتتانسرت في الفيلدز دي بالترتيب. التايتل هيتحط هنا طبعا، لو انا رنيت الجمله دي عشان انتوا عارفين، هيضيف لي في التايتل تايتل يعني، وهيضرب في الكوانتيتي. ليه؟ لانه مش شايف ان ده فاريبل، لان دوت طالما هو ما بين سياق، لما تيجي تقف كده تلاحظوا هو قام معلم لي من اول الدبل كوتيشن لنهايه الدبل كوتيشن، قال لي ده في سياق ستاتيك سترينج، او بسميه مش فاكر اسمه يعني، المهم ده يعني نص ما فيهوش فاريبلز، هو مش فاهم ان في فاريبلز خالص. ليه؟ لان كله ما بين دبل كوتيشن، خلاص ليترال، ليترال يعني تكست ستاتيك ما فيهوش اي حاجه. طب انا عايز اعرفه ان التايتل ده فاريبل،
يبقى لازم تقول له ان الحته دي لغايه السنجل كود دي كده دي الاستاتيك وده فاريبل. طب اقول له زائد دي ستاتيك يبقى اعمل دبل كوتيشن كده واقول له زائد بعديها زود لي التايتل وبعد التايتل زود لي الكلام ده كله ما بين دبل كوتيشن زي ما هو. بص بقى كده على المنظر بقى values وافتح قوس والسنجل دي ثابته ما بتتغيرش ايا كان ايه التايتل، لكن بعديها هاد التايتل فاريبل ده اللي هيبقى جاي لي بقى من الحته اللي هو كتبها اليوزر على حسب ما كتب التايتل او حاطه هنا كقيمه، وبعديها السنجل كود بالدبل كود بالكوما بالكلام ده كله برده ستاتيك. قلت له بس مش كله ستاتيك، السنجل والكوما هتفضل طول عمرها، لكن الكوانتيتي انا عايز اجيبها من الفاريبل ده. فاقول له خلاص يبقى السنجل والدبل والكوما دول ستاتيك، يبقى احطهم بين دبل كوتيشن اهم. وبعديها عامل ايه بلس كده، اقول له بعديها الكوانتيتي فاريبل، وبعد الكوانتيتي فاريبل وبعد الكوانتيتي فاريبل اعمل زائد واعمل دبل كوتيشن. خلاص بقى كل الجانب ده كده ستاتيك اهو، وكده بقى عندي بقى مفهوم ان ده ستاتيك على بعضه وبعد الستاتيك ده في فاريبل، بعد كده في الحته دي ستاتيك على بعضها بعد كده في فاريبل. انا عارف ان الموضوع ده صعب على المبتدئ شويه، لكن مع الاستمرار كده هتلاقي نفسك الدنيا عاديه. طيب انا عندي الكوما دي قبل البرايس ثابته، لكن البرايس ذات نفسه فاريبل، بحط كده دبل كوتيشن ومعامل زائد، ادي الفاريبل اللي اسمه برايس وزائد ودي دبل كوتيشن لو كوتيشن واحده اهو، يبقى كده ده بالنسبه لي ده ثابت وده البرايس. لا طب ما الكوما والدبل كوت والسنجل كوت دول ثابتين اهم، واعمل زائد عشان الكاتيجري ده فاريبل، وبعد الكاتيجري زائد ودبل كوتيشن بس دبل كوتيشن واحد اهو، بقت سنجل والكوما ده سليم. الايمج قلت له ماشي السنجل بتاعت الايمج ماشي، بس عشان الكوما فوق مظبوط، السنجل بتاعت الايمج ماشي ام دبل كوتيشن ومعامل زائد، ادي الفاريبل اللي اسمه ايه ايمج زائد دبل كوتيشن واحده دبل كود سنجل كود كوما سنجل كود دبل كوتيشن زائد الفاريبل اللي اسمه ديسكريبشن بعد الفاريبل اسمه ديسكريبشن زائد ودبل كوتيشن. صعبه شويه، اكتبها كده وتعود عليها ومشي ايدك فيها هتلاقيها بقت تمام. انا بس الايمج ده مش فاريبل، بس اللي عايز اقول الايمج مش احنا عندنا فايل ابلود او الابلودد فايل ده الفاريبل بتاع اللي جاب ايه الايمج، فمحطه كده واقول له دوت نيم، وده هيجيب لي لما تقول فايل ابلود يعني ريكويست دوت فايلز دوت ايمج دوت نيم، هتجيب لي اسم الصوره اللي هو اليوزر رفعها، اسم الصوره لليوزر ايه اللي اليوزر رفعها ايا كانت اسمها ايه. طيب كده اهو انا جمعت الايه الجمله محتاج تتدرب عليها. ايوه بس انا دلوقتي عاوز اطبعها اوريها لك، بس يعني ممكن في الريسبونس في الريندر طبعا هي ما رنتش، ده كل ده جمله سترينج عاديه، احنا ما بعتناش للماي سيكوال عشان ترن، لسه ما بعتناش للماي سيكوال عشان ايه عشان ترن. فانا بس في الريسبونس بتاعي وانا برندر هرندر في نفس المكان، بس في المسج هبعت جمله الانسيرت اللي احنا كونناها دي، هبعت الانسيرتايه دي زي ما احنا، بس عشان بس اوريها لكم اتكونت صح وكتبت صح ولا فيها مشكله. يبقى هو هيكون جمله الانسيرت وهيطبعها لنا بس خلاص كمسج، بعد كده المفروض طبعا نشوف بقى ان شاء الله بس فيديو ثاني هبقى نشوف ازاي نخلي بقى الايه الماي سيكوال ترنها لي ترن لي الكويري دي او جمله الانسيرت دي. نرجع كده على السايت بتاعنا اهو، ادي في داتا كويس ان في داتا، هو طبعا كده اوتوماتيك سايب والسيرفر رن. ادي ايفون واني ديسكريبشن ومش عارف ايه، قلت له ماشي سيف برودكت، قال لي ادي جمله الانسيرت اهي، اخدتها كوبي وطلعنا من الجمله دي الى الجمله دي. سيرت انتو برودكت تايتل كوانتيتي البرايس زي ما احنا شايفين، التايتل جالي ايفون زي ما انا كنت كاتبه هنا، ارجع كده بقى عشان اشوف الداتا اللي كنا مدخلينها، ادي ايفون الكوانتيتي 5 لو كنا مدخلينها 5000 للبرايس مظبوط، الصوره كان اسمها اوبو 2 ادي اوبو 2 واني ديسكريبشن كان موجود في الديسكريبشن، الجمله اتكونت صح. لو اخدنا الجمله دي دلوقتي ورميناها على الماي سيكوال كده هنا اهو، مسحنا دي كده وعملنا بيست الجمله دي عشان نتاكد ان الجمله دي مظبوطه 100% كما قال الكتاب وقلنا له جو،
قال لي one row inserted الجملة 100%. بس مش عايز اعمل كده، انا عايز بقى هو يترمي اوتوماتيك من الابلكيشن بتاعي. انا يعني لو رجعت كده للبراوس هلاقي ادي الداتا بتاع 2 برودكت 12 اسمه ايفون و5 ومش عارف كده، تمام 100%. انا عايز بس ايه النقله الجايه بقى، ازاي الكود بتاعي ياخد جمله الانسرت الجميله اللي احنا شفناها من شويه كانت مرميه هنا دي اللي احنا عملناها، وهو اوتوماتيك ينفذها على مين؟ على الماي اس كيو ال، افتح الماي اس كيو ال الاقي الايه الداتا موجوده جوه.